الإقليمي إلياس أمدان رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور. لأن بناء على معلومات دقيقة لأبت على توفيرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن الناظور صبيحة يوم السبت من تفكيك شبكة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. العملية المتزامنة مكنت من إيقاف 4 أشخاص على مستوى بن طيب إقليم الدريوش حوالي 90 كيلومترا عن مدينة الناظور، وأسفرت عن حجز ما يناهز 3 أطنان و729 كيلوغراما من مخدر الشير. وتندرج هذه العملية في إطار سلسلة الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية من أجل القطع ووضع حد لمظاهر الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتلاوينها. شكرا لكم. كمال فليل رئيس فرقة الشرطة القضائية بالنظر. عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز كمية تناهز 3 أطنان و729 كيلوغرام من مخدر الشيرة، 7 سيارات مزورة، دراجات نارية، أسلحة بيضاء، بندقية صيد وكمية مهمة من الخراطيش عيار 16 ملم، إضافة لمجموعة من الهواتف النقالة. هذه العملية كتنضاف لمجموعة من العمليات النوعية التي تم القيام بها مؤخرا بالتنسيق مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني. مكنت من حجز كميات مهمة من المخدرات ما يفوق 20 طن من مخدر الشيرة، كذلك حوالي 28 كيلوغرام من المخدرات القوية كوكايين وهيروين، وما يفوق 60,000 وحدة من عقار الإكستازي وأقراص المهلة الهلوسة الطبية. شكرا.